السلام عليكم، معكم محمد الديب. ان شاء الله النهاردة هنعمل الفراخ المشوية على الطريقة التركية بثلاث مكونات زي ما بتشوفوها بالظبط، عن طريق شيف مشهور انتوا عارفينه كويس. فنعمل الطريقة دي معاكم وسيبكم من اي طريقة في الشوي وفي اي حاجة انتوا تعرفوها، كله مش حلو. دي طعمها مميز، اللي لسه جديد ينزل تحت على طول يحطيلي اشتراك وعجبني الفيديو، واللي موجود عندي على القناة لايك للفيديو ومشاركة للفيديو. أول حاجة معانا دجاج، هنمسكها نقطعها أهو أهو على طول كده بكل سهولة بتتقطع. مش قلتلك هات المسن أحسن؟ تمام، بنقوم جايين هنا أهو، قدامكم كل حاجة. أنا قطعت التقطيع ده قدامكم قبل كده. قوم شايلين الحتة اللي تحت دي المؤخرة، حط القطعة اللي أنا بقطعها في حتة. ركز يا أستاذ، يبعد عن إيدي. هو في كل جناح بناخده بقطعة، قطعة لحمة اهي، وهكذا التاني اهو، عشان بس تشوف التقطيع. انا بعدها معاكم بسرعة اهو، كل واحد طلع بقطعة لحمة دي، بنقوم ماسكينها كده اهي. بقطعها معاكم بطريقة سهلة اهو، مش صعبة. في ناس بيقطعوا 9 قطع وصعبة وتتعقدي منها اهو. وبقوم مدخل بعد ما خرمت اهو اهو، بقوم مقطوع معايا بكل سهولة اهو اهو. لو عايز يسيب حتة الرقبة دي براحته، بس انا مش هسيبها كده. ايه، خلصنا من الفراخ. معايا طبعا يا جماعة مية بصلة كبيرة، عليها 2 كبار خل، عليها عصير ليمونتين. هنعمل عليهم ايه يا محمد؟ هننزل عليهم ب3 معالق كبار زيت. 3 معالق كبار زيت اهوت يا جماعة. أول حاجة بقى دول ايه؟ دي التتبيلة الحمراء اللي انتوا بتشوفوها مع الشيف المشهور اهي، هبين لكم اهي. هي دي عبارة عن التتبيلة دي يا محمد اهي، هي ولا لا؟ هي لسه هتحمر لما احط الحاجة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 كبيرة شطة، 2 كبار طن بودرة. هنحط عليهم ايه؟ بصوا، 1/2 معلقة كبيرة فلفل اسود فقط لا غير. تعملت كده احسن تتبيله فراخ مشويه ممكن تجربها في حياتي. هنزل عليهم باب ايه بالذات بميه البصل بعصير الليمون. ايدك شغاله. كده بس يا محمد؟ ايوه كده بس والله. وهتدوق الطعم وهتحكم عليه. طب ما حطتش ملح؟ ايوه حطيت ملح، حطيت حسب الحوض اللي انت بتحبيه. ريحتها يعني فوق الوصف. هسيبها بقى المده بتاعتها وارجع لكم. بصوا يا جماعه، بولع الفحم اهو، سبت الفراخ ساعه، الفحم ولع خلاص، بس بساويه خلته يبقى كده محمر. الحاجات الكبيرة بتتكسر ليه؟ عشان حرارتها ما تلسعش الفراخ، كل ده هلمه طبعا يعني، وتبقى طبقة مش طبقة كبيرة كده. نحاول ان احنا نملى الفراغات دي. هنبدأ بقى الفراخة اهي،
6 ساعات تتبيله، دي سريعة جدا يا جماعة. متخافش على التليفون، هبدأ أمسك الشبكة كده أحطها كده الأول. معايا كوباية فيها زيت عشان أطمن إن هي ما تتلسعش، وبالفرشة وأدهن كده. تمام، قطع الفراخ اهي، بسم الله اهي زي الفل وما فيهاش اي حاجه. بس الورك بصوا كده يا جماعه، الورك هنيجي كده ونقوم ايه شايلين العضمايه. الله اكبر يا اخي، النار دي الريحة بجد من أولها ما شاء الله، يعني هو يحكم اللي بيصورنا. حد هنعمل بقى الصوص اللي هو التتبيلة دي، هنزل على حاجة الزيت اللي كان معايا اللي أنا بدهن بيه أهو. شيل كده الفرشة بعد إذنك أهو، وهنبقى ندهن بالفراخ أثناء التسوية. هنشوفوا بقى، هنعمل كده لفه كده نسيبها بقى براحتك، بس ما تتهوى عليها ولا حاجة. أنا لما تلاقوا الفحم نام شوية منكم، لا عايز نحطها في الفرن عادي ما فيش أي مشاكل. يلا اعمل بقى اللي قلت لك عليه، قرب كده منها بس. ريحتها بجد قلب الدنيا، جميلة جدا. انزل بقى من اللي قلت لك عليها، هخلصها يا جماعة وارجع لها. وعشان برضو الناس اللي طلبت مني الطحينة الطيلة المرملة بتاعت المحلات، قلت برضو اضيفها في الحلقة، هتبقى متماشية معاها. كل اللي كان عاوزها يعمل اعجاب للفيديو. انتوا عارفين طبعا العيش الابيض ده اللي هو بيبقى كده، اللي هو في الشارع عادي، اللي هو ده هيتكسب ب2 جنيه، ده الابيض مش الاسمر. خدت منه 3 رغف عشان انتوا عارفين اللي هو صغير، ونقعتهم في ميه سخنه. معايا هنقوم جايبين الخلاط الدرق بتاعه، وهبدا بسم الله هبدا انزل بالعيش اهو. هذا البتاع نضيف، انت مقرب ليه بقى؟ معايا طحينة، دول قيمة مثلا فنجان طحينة، والمية طبعا مغلية هي لسه فيها، احطها في الاخر. ومعايا فصان توم كبار اهم، هنزل بيهم. وهنزل ذرة فلفل اسود، كزبرة ناشفة ذرة كده، كمون ذرة، معلقة خل، عصير ليمونة اهو، مفيهاش مية ما تسيب خلاص بتاع الليمونة ما تقرب اهي. هنبدأ بقى على الخلاط اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
كده نشوفكم اهو مع كده يا جماعه. بصوا هي هي بالظبط. وطبعا يا محمد طب هتتقل عن كده؟ ايوه هتتقل عن كده. اهي بصوا عامله ازاي من اولها، هو ده القوام. ولسه هترمل، هي مرمله بس لما هتتحط في التلاجه شويه، ابعد الكاميرا، لما هتتحط في التلاجه شويه هتظبط. بس عايزه تنضر. ايه؟ عايزه تنضر. بصوا يا جماعه بس عشان الناس تشوف، بصوا اهو شايفين عامل ازاي؟ هو ده قوام الحاجات المشويه. ولها طريقه للتقديم هبقى اوريها لكم لما تساب تتقل، لان ازاي حاجات الفراخ المشويه تبقى قوام الطحينه بتاعتها سايله، لازم تكون تقيله عشان ما تسقطش. اهي ولا سقطه ولا فيها اي حاجه وزي الفل. هسيبها بقى في التلاجه واوري لكم طريقه تقديمها هتكون ازاي. وري لهم كده بقى زي الفل. هسيبها بقى في التلاجه لحد ما الفراخ تخلص وهوري لكم في الاخر. طبعا يا جماعه الفراخ اهي زي ما انتم شايفين خلصت، متقدم تحتها الرز برضو تركي اهو بالطريقه التركيه، وده عش محمص. الفراخ مستويه زي ما انتم شايفين، بيضه من قلبها ولا فيها دم ولا فيها اي حاجه. والطحينه اهي هي هي بتاعت المحلات بالظبط. بصوا من كتر ما هي متماسكه شايفينها سايبه. بتتقدم ازاي يا محمد؟ كده اهو شويه زيت على الوش اهو، شويه زيت حلوين بس عاملاهم كده، مشيهم كده بس عليها تغلفوها عشان تلمعها. وشوية ايه شطة، ولا في شطة هنا؟ من على الوش اوريك قوامها كده بمعلقة. ابعد بقى شوية، هي مرملة اهي، هي هياها. والله هي هي بتاعت بره، حتى انت الفرق ما بينها وبتاعة المحلات. بتاعة المحلات بتحس ان فيها حبيبات عشان بتاعة المحلات بيقللوا طحنها وبيكتروا عيش اكتر معايا، فتلاقي بقى دقيق الدقيق مع الدنيا، انما احنا عاملينها زي المحلات الفخره بالظبط. وتقيله قدامكم اهي، بصوا ما طبق مميل اهو، ده بس عشان الزيت ولا اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب.